ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ويلكم تو ذا افنجر 3D، وهكمل لكم الحلقه. بس من الاول نفتكر اللي حصل في المره اللي فاتت. المره اللي فاتت عندكم جروب الالوميناتي اللي هو فرانكلين ريتشارد وايرون مان ودكتور سترينج وبلاك بانثر وبروفيسور اكزيفير، قرروا ان هالك خطر قوي على الارض فيبعدوه عن الارض. فاللي هو عملوا عليه مقلب، حاجه زي مقلب، وقالوا له اطلع في الساتلايت، في ساتلايت فوق اطلع صلحه عشان في نيوكليير بومز، في قنابل نوويه وهينتهي الارض. فرموه في السفر، رموه فوق خالص في الفضاء. وهالك كان متعصب جدا ان هم اصحابه خانوه، قالوا له انك انت كنت خطر، بس هو كان متعصب جدا واتسحب في حاجه زي ورم هول كده. ما يعرفش ايه اللي حصل، راح لكوكب تاني. المهم ان هو اول لما راح الكوكب التاني ده دخل يكسر في كل حاجه، لغايه لما حطوا له حاجه اسمها اوبينيون ديسك. الاوبينيون ديسك ده بتحكم بالعقل، مش بتحكم في العقل قوي، هي بس بتخليك تتالم لو ما نفذتش الاوامر، ولو ما نفذتش الاوامر لمده طويله هتدمر دماغك. ايه المهم ان هو الاول لما دخل هناك في حاجه اسمها جلاتوريال جيم، دخل فيها فضل يعارك في الناس اللي هو يحارب فيهم. اول لما دخل وقابل ميك اللي هو فلو تفتكروا في ثور راجناروك، قال له ان الريد كينج هو اللي بيتحكم في الجلاتوريال جيم وكل حاجه دي. فهالك راح ناطط عليه مش هحوره، بس الجارد بتاعت الريد كينج دي منعته. بس المهم ان الكينج حاول يضرب، يحاول يحارب ذا هالك، بس هالك هانه بعد، هانه جدا ونفخه. المهم ان الجارد بتاعت الريد كينج دي حاشت الاتنين عن بعض، وان هو ما قررش يقتل ذا هالك في ساعتها عشان بس بيجيب لهم من الاخر فلوس، عشان ان هالك يعور شخصية من اللي هو العيلة المالكة، او ان هو الملك اصلا كان المفروض يتعدم، بس هو ما عدمش. ودلوقتي هنتنقل للجزء اللي احنا وقفنا عنده اخر مرة. دلوقتي في بداية القصة نكتشف ان الريد كينج اصلا في حاجة اسمها زي عيلة المالكة، بيكونوا عندهم نفس التريدز اللي هو الوش الاحمر والشكل ده، دي حاجة اسمها العيلة المالكة. بس الريد كينج ما بيقدرهاش عشان اللي هو ديكتاتوري، فمن الاخر بيقتل العيلة المالكة. فهم لما شافوا هالك شافوه على هيئة ان هو شخص يقوم الثورة بتاعتهم، عشان هم عايزين يقوموا بثورة ضد الريد كينج، عشان هم شايفينه ديكتاتوري ومش هينفع ان هو يفضل في الحكم كتير عشان هو قاعد يدهور البلد. فهم شايفين ان هالك ده رمز، اللي هو شخص قوي جدا، وان هو رمز للثورة بتاعتهم. وقرروا وقعدوا يفكروا ان هم عايزين ياخدوا هالك يضموه لصفهم، وان هو يبقى ضد الريد كينج. المهم ان الريد كينج كان نفسه ان هالك يموت، بس ما قدرش يقتله، فوداه في حاجه اسمها ايه، اسمها ذا مول. ذا مول دي هي اللي هو بتاعت التدريب من الاخر، زي ما انت بتروح عشان تدخل السيزون بتاع الكوره لازم تروح تتدرب في الاكاديمي بتاعت اللي هو التدريب المدرسي في النادي او في المدرسه او في اي حاجه. المول هو نفس المكان، هو ده المكان اللي بتتدرب عليه. وبعد كده نكتشف ان كمان ان الناس بتروح اللي هي بتشترك في الجلاتوريا جيم دي، بتشترك فيها ليه؟ عشان تكسب حريتها. واحد من الرؤساء بتوع المكان اللي اسمه المول ده كان اصلا واحد من اللي هم جلاتوريال وورير، اللي هم الناس اللي بيحاربوا دول، وكسب 3 مرات واخد حريته. يعني انت عشان تخلص من العبوديه من الاخر لازم تكسب في البتاعه دي 3 مرات. ايه المهم ان هم بقى ابتدوا في تبتدي حرب التدريب. فالمهم ان في ان هالك دخل من الاخر كذا شل، كذا مجموعه ناس فضلوا يضربوا في بعض ويحاربوا في بعض عشان يشوفوا مين اللي هو اخر ناس هتفضل عايشه واخر ناس هتفضل واقفه، هم دول اللي هيتاهلوا للمرحله اللي بعديها. من الاخر كانها فيديو جيم بالليفل بتاعتها. المهم ان هم 7 بس اللي فضلوا عايشين، هالك وجورج وميك والوي وناس تانية ملناش دعوه بيهم. وهم الشله دي اللي هم 7 دول كونوا حاجه زي عصابه، يعني عارف اللي هو شله مع بعضيها. وان هم فضلوا قعدوا مع بعض بقى، وطالما هم عصابه وشله مع بعضيهم، يعني اللي هم عايزين يعملوا الوعد بتاع العصابات من الاخر، حاجه زي كده اللي هو يا نعيش سوا يا نموت، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل بالظبط. وقعدوا يتكلموا ويتناقشوا، واللي هو يعملوا قعده كامبينج وباربيكيو وحاجات لذيذه كده. فبعد ما خلصوا كل ده، بس اكتشفنا ان برضو هالك مش عايز يكون منهم، هالك مش فارق معاه المكان ده كله. هالك من الاخر قال لهم انتوا يعني عيش عيشة فل يا تموتوا انتوا لوحدكم، انتوا لو متوا انا مش فارق معايا، اللي انا عايزه ان انا اخرج من المكان ده، محدش فيكم يفرق معايا. وده يعني ده زعلهم، بس
سو هتعمل ايه؟ هالك لسه دلوقتي لسه من شويه اصحابه اللي هم كانوا اقرب الناس اللي هو كانوا تقريبا عاشوا معاه وانقذهم رموه في المكان ده، تعرف حرف رموه. المهم ان بعد كده بقى نكمل حلقات التدريب بتاعتنا وان هم قاعدين. فالمهم ان في المرحله دي اللي هو جورج اللي هو الراجل العامل زي الهالك كده بس مصنوع من الطوب، ابتدى في المرحلة دي بيلعب اللي هم زي قراي اللي هم زي ناس من قبيلته، هو قبيلة كده جت في المكان ده وهو بيلعب زيهم، بس هم دماغهم زي ما قلت لكم ان الاوبينين ديس لما تفضل تعمل بيها دماغهم ماتت خالص. فهو ما كانش عايز يقتلهم، فهالك قال له امسك نفسك يا عم. والمهم ان هم ميسي عارف يمسك نفسه وعارف يقتلهم ويخلص الموضوع. وبعد كده كمان نلاحظ ان اللي زي ما قلت لكم اللي هم العيله المالكه اللي هم الريبابل اللي هم الثوار دول مراقبين هالك في كل حركاته وان هم عايزين يعرفوا كل حركه فهو بيعملها. وبعد كده اللي هم قاعدين بيثبتوا نفسهم ان هم اقوى في اقوى في اللي هو الليفلات بتاعت الجلاتوريال جيم دي، وان هم شكلوا التيم بتاعهم سموه تيم ايه وبقوا بيلقبوا بتيم ايه، وان هم اثبتوا ان هم لو هتيجي عليهم الوقت هم يعرفوا يكسبوا. المهم ان كايرا اللي هي الحارسة بتاعت الريد كينج ده دخلت عليه وفي يوم في مرة وبتقول له هالك بيخلي الناس تتكلم، هالك ابتدى يبقى رمز للثورة خلي بالك. وفضلت تحذره ان الهالك بقى تخلي الناس تتظاهر في العلن، ما بقتش خايفة، شافت ان الراجل ده اللي هو المنقذ بتاعهم، لدرجة ان هم دخلوا حاولوا ياخدوا هالك من جو من عندهم، يعني فجروا المكان اللي كان فيه ذا هالك عشان ياخدوا ينقذوا هالك. بس هالك قال لا انا مش تبعكم، انا ماليش دعوة، اللي هو انت مش فارق، ما انتوا مش فارقين معايا. بس واحدة من اللي هم في فريق ذا هالك اللي هي الو ايه تقريبا قالت ان هي هي مع الريبابليك، هم هي مع الثوار. فالي ايه دي اتقبض عليها وبس. هالك قال ان هو مش معاكو عشان هو بس مش فارق مع ان هالك، رغم ان هو دايما بشخصية هالك بتكون من احدى الشخصيات الغبية لما بتفكر، بس في الفترة دي هو شخصية بتفكر، فشايف ان دي انت اللي هو انا هخسر ومش هعمل اي حاجة، انا لو رحت معاكو انا هخسر وهموت وهيبقى مش اسمي حققت اي حاجة وان هيبقى اسمي مت على الفاضي. فهو قال لا، وهم قبضوا على الي اي دي وراح واخدوها بعيد. والمهم ان واحد تاني من العيلة المالكة دي اللي لونهم احمر دول بيقول ان طالما اي حد من اللي هي العيلة دي او الجنس ده لما بيتقبض عليه بيختفي، ما بيعرفوش بيروح فين، بيتحط في كيس زبالة ويترمي ومحدش يعرف عنه اي حاجة، كلنا غالبا بنموت. عشان الريد كينج ده خايف على حكمه، شايف ان في تنافس عليه. المهم بعد كده بقى اللي هو جريك باك الكاتب العظيم ده ابتدى بقى في قصة هالك الرومانسية مع الجارد بتاعت كايرا اللي هي الجارد بتاعت الريد كينج، في رومانسية ابتدت تطلع ما بينهم، وان هي بتقول ان هي بقى ابتدت تغازل فيه وقالت له غزل صريح يعني ومدلع نفسه الواد ده وحاجات قليلة الأدب كده حاجة مسخرة يعني. بس برضه هي لسه مش بتحبه اللي هو حب، هي بس من الاخر عارفه اللي هي شايفاه ان هو شخصيه احسن من اللي هو المفروض عليها. وبعد كده بقى طلعوا على جلوديتوريور جيم بقى اللي هي الساحه الكبيره دي، وابتدوا يحاربوا الروبوتات كان الريد كينج عملها اسمها سبايكس، وسبايكس دول حكايتهم كبيره هندخل فيها بعدين. فلما ابتدوا القصه دي اللي هو دلوقتي بيحصل ان هم بس بيحاولوا يثبتوا نفسهم في الجلاديتوريت، كانوا في الاول في ساحه التدريب، لكن دلوقتي هم في الحقيقه، يعني هم دلوقتي لازم يثبتوا نفسهم. ومن ناحيه الروبوتات دي يعني قويه، لا وليها وقويه جدا. بس بعد كده هم عرفوا يخلصوها بسرعه وعادي جدا عشان هم معاهم ذا هالك اصلا، هم فريق كويس. بس ابتدوا بقى اللي هي الشله دي هالك يهتم بيها وكل واحد حكى قصته. المهم اول قصه اللي هي بتاعت الجورج ان هو اصلا جه على الارض من زمان وان هو اتحدى ثور. وبعد كده هالك قال قصته ان هو القصه بتاعته بتاعت الجاما راديشن وان ايه اللي حصل له في الارض، وان هما بقى ابتدوا ينضموا مع بعض، وان اكتشفنا بقى دلوقتي ان هالك ابتدى يهتم بيهم وان هو عجبه المكان وان هو حبهم وان هو بقى بيهتم بيهم، واللي هي اتفق على نظام يعني عيش عيشه فل يعني متحنا كل.
يندمج في الموضوع. بس الاكتشاف الكبير قوي ان سيلفر سيرفر موجود هنا. ومعلش هضطر اقفل الفيديو دلوقتي. لو عجبكم وحبيتوا الموضوع وحبيتوا الابيسود وعجبتكم وعايزين تكملوا حلقات تانية، اعملوا لايك وسبسكرايب، وما تنسوش زورونا تاني لو عجبكم.